السلام عليكم. في نايس كيس حبيت اعرضها واعرض يعني طريقه البروسيسنج فيها او كام تو جو في التشخيص. ده نيو بورن لو عمره 40 يوم, 40 days old نيو بورن بيبي presented earlier يعني from after birth within 2 or 3 weeks after birth ب orbital swelling, تمام, والريد اي يعني الاوربيتال سويلنج ده كان عامل كومبريشن على الرايت اي, وزي ما احنا هنشوف يعني مكانه. وفي نفس الوقت هو كان ريفيرد باساس ان هو عنده الاوربيتال سويلنج ده وريد اي بتاع وبوف راي يعني كان عنده لاكريميشن كتير. فنشوف الفايندنجز اللي عندنا ونشوف الهاو كام ان احنا البروسيس ونمشي فيها ازاي ونعمل الديفرنشال دايجنوز بتاعنا ازاي لنوصل لفاينل دايجنوزز فيه. اول حاجه نشوف الاكزيال تي 2 زي ما احنا شايفين الرايت اوربت عندنا في الانر كانثس, في عندي اكسترا كونال تي 2 هايبر انتنس راوندد سويلنج, طبعا عامل ديسبليسمنت وكمبريشن على الاي بول زي ما احنا شايفين على الابسيلاترال اي بول, وكمان ادهرنت للرايت سايد اوف ذا نوز. ولو وشفنا بعد كده ديستالي ان احنا شايفين له اكستنشن انترا نيزل اكستنشن زي ما احنا شايفين انه ليه انترا نيزل اكستنشن ونازل تحت لغايه ما واصل الانفيرميتس, تمام, شايفين له ان احنا شايفين ان هو انر كان يعني اوربيتال اكسترا كونال انترا اوربيتال وبعد كده بوست سيبتال وبعد كده نازل لتحت جوينج داون, واحنا نازلين تحت جوينج داون شايفين ليه تيل لايك اكستنشن انترا نيزل لغاية ما واصل تحت خالص عند الانفيروميتس, وشايفين البالونينج او سيستيك المالتي لوكيولار سيستيك كونفيجريشن بتاعه ده يعني تيوبلر او ايس كريم كون او وات ايفر المالتي لوكيولار سيستيك سويلنج ده, واللي تيوبلر كونفيجريشن ان هو نازل لتحت لغاية الانفيروميتس, تمام, وهايبر انتنس في التي 2. لو بصينا على بعد كده اهم حاجة طبعا احنا عندنا طبعا الحاجة اللي كومن جدا الدرمويد, فلو بصينا على الديفيوجن عارفين الدرمويد بيبقى فيه ريستريكتد ديفيوجن, ده الاي دي سي, الاي دي سي ماب بتاعه برضه مدي هايبر انتنس سيجنال ما فيهاش ريستريكشن, فده يعني طبعا الكونفيجريشن نفسه ان عاده الدرمويد ما بينزلش النوز بيبقى بيورلي اوربيتال, انما كمان ما فيهوش ريستريكتد ديفيوجن علشان اقدر احط الدرمويد كديفرنشال ليه. ادي اول حاجه, فيبقى انا عندي الاستراكشر ده او الليجن ده الاوربيتال نيزل وفي نفس الوقت كمان ما فيهوش ريستريكتد ديفيوجن اكسكلودنج الدرمويد, تمام. لو بصينا في الساجيتال ساجيتال تي 2 شايفين الكونفيجريشن بتاعه هو تيوبولار لايك او بايه بمالتي سيستيك كونفيجريشنز, وهنقول ليه سبب الكونفيجريشنز دي زي ما هنعرض, وكمان في الكورونا الكورونا اللي هو الموست دايجنوستيك سيكونس بتاعه الكورونا تي 2 زي ما احنا شايفين الليكوليشنز وان هو نازل تحت فاتح او يعني واصل الانفيريور ميتوس برضه بسيستيك مالتي لوكيولار سيستيك بالونز. طبعا الدايجنوزس ليها دي ستيت اوف ذا ارت ان ده كونجينيتال داكروسيستوسيل. الداكروسيستوسيل وهنقول طبعا الداكروسيستوسيل يعني ايه, الداكروسيستوسيل اللي معناها ان انت عندك امبيرفوريت نيزو لاكريمال داكت الاوبننج بتاعها المفروض اللي بيفتح تحت في الانفيرميتس بيبقى المفروض انه كفرد بشيس كده او ميمبرين بيسموه الفالف اوف هاسنر او بلايكا لاكريماليس. الفالف اوف هاسنر ده المفروض انه يحصل يعني عاده ما بيبقاش بيرفوريتد ات بيرس في اكتر من يمكن ما يقارب 70% من الانفانت, البرفوريشن بيحصل immediate after birth يعني البرفوريشن of the valve ده والشيز ده علشان يقلاو اللاكريميشن ان هو يجو ahead ومن from the eyes to the nasal cavity في الانفيرميتس في الباسوي النورمال بتاعه, ان البرفوريشن of this valve usually occurs يعني few days up to week after birth. 70% يمكن 70% of people بيبقى كده او 30% بيبقى born already opened. في البيشنتس دولت بيبقى imperforate sheath ده,
الشيز ده بيمبيد او بيمنع اللاكريميشن انها تجو هيد ثرو ذا نيزل لاكريمال داكت وتنزل في المسار بتاعها، فعشان كده بتعمل باك بريشر وتعمل السيستيك المالتي لوكولار سيستيك دايلاتيشن الكبير ده along النيزل لاكريمال داكت. احنا شايفين الكونفيجريشن بتاع السويلنج المالتي لوكولار كونفيجريشن ده ماشي في الكورس، تيبيكال كورس بتاع النيزل لاكريمال داكت. يعني احنا شايفين فتحة النيزل لاكريمال داكت الشمال اهي نورمال وسموث، وتحت تحت يعني ده مكانها تحت في الانفيوميتوس يعني بين بوينت، انما طبعا السيستيك دايلاتيشن المالتي لوكولار سيستيك دايلاتيشن بتاع النيزو لاكريمال داكت الرايت ده ليه؟ طب ليه بتبقى مالتي لوكيليتد كده؟ لان انا عندي النيزو لاكريمال داكت دي لو عملت ريفيجن للاناتومي بتاعها الاول بتبدا، احنا عارفين اللاكريمال الاباريتس اللاكريمال اباريتس بيبدا من ايه؟ انا عندي بيبقى في الانر بارت بتاع الاوربت عندي سوبيريو كانيليكولاس وانفيريو كانيليكولاس، هم دول اللي بيجمعوا التيرز، وبعدين لما الاثنين يكواليز ويعملوا لنا اللاكريمال ساك اللي هو بيبقى موجود على الميديال كانسس بتاع الاوربت، وبعد كده اللاكريمال ساك بيعمل النيزو لاكريمال داكت اللي هي بتبيرس اللامينا بابريشيا اللي هي الميديال وول بتاع الاوربت، وبعد كده بتنزل في النيزل كافيتي وتفتح في الانفيروميتس. في الامبيرولوجي ان في حوالي يمكن 8 فالفز along التراك دي، هما مش ترو فالفز، هي بس ميكوزال فولد اللي احنا شايفين المالتي، عشان كده هما دولت سبب المالتي ريكوليشن اللي احنا شايفينه ده، ان دي بتبقى ما هياش ترو فالفز، بتبقى ميكوزال فولدز. ليه اسماء يعني طبعا متسميه اسماء كتيره، منها يعني الاهم واحد فيهم اللي هو الديستال اند بتاعهم اللي هو الفالف اوف هاسنر، ده هو ده الاهم بالنسبه لنا، لان هو ده لان التانيين دولت نوت ترو فالفز، دولت جاست ميكوزال فولدز، هم بس اللي عاملين الكونفيجريشن ده، انما هم نوت ترو فالف. انما الشيز فعلا او ترو فالف اللي هو الفالف اوف هاسنر ده المفروض اللي يحصل له بيرفوريشن افتر بيرث يعلو التيرز تو جو اهيد وتنزل في النوز. فطبعا الامبرفوريت فالف اوف هاسنر ده بيعمل لنا الكونفيجريشن اللي احنا شايفين له التيبولار كونفيجريشن ده، وده التيبيكال يديني التيبيكال بيكتشر بتاعت الداكروسيستوسيل تمام او كونجينيتال. يعني طبعا البرزنتيشن بتاعه بيبقى فيري ايرلي ان لايف، يعني وزين ويكس بيحصل البرزنتيشن ده افتر بيرث تمام، زي ما احنا شايفين في الحاله بتاعتنا. وزي ما قلنا الديفرنشال بتاعنا يعني محدود في كام ديفرنشال دايجنوست مهمين جدا از ريجاردز الايج واز ريجاردز السايت واز ريجاردز الكونفيجريشن، اشهرهم طبعا زي ما قلنا الدرمويد، وقلنا ازاي طبعا بنكسكلود الدرمويد. الحاجه الثانيه الاسمويد ميكوسيل، طبعا الاسمويد ميكوسيل بدري عليه يعني كده، بس برضه الاسمويد ميكوسيل بيبقى بياخد يعني الى حد ما ما ياخدش التيوبلر كونفيجريشن ده، وبيبقى طبعا هيبقى عندي الاسمويد طبعا الاي بي سنتر بتاعته هتبقى الاسمويد ساينسز، انما احنا شايفين هنا الاي بي سنتر بتاعتنا اوربيتال نوت اسمويد اير سيلز تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيبقى عاده راوندد، يعني ما بياخدش الكونفيجريشن الطويل ده او المالتي لوكولار تيوبلر كونفيجريشن ده، فعشان كده انا بيكسكلود الاسمويد ميكوسيل منها ان عندي الاسمويد يعني ما هواش في مكان الاسمويد اير سيلز، وكمان عاده الاسمويد ميكوسيل ده بيبقى البرزنتيشن بتاعه ليتر اون ما بيبقاش ايرلي كده ان لايف. الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي هي طبعا النيزل جلايوما، اللي احنا عارفين النيزل جلايوما دي برضو من الديليفيبنتال انومالي اللي بيحصل فيها يعني ديورنج كلوجر بتاع السكال، بيحصل بارت من البرين او يعني بارت من البرين بيبقى سيبريتد، البرين تيشو بيبقى موجود انترا نيزل او اكسترا نيزل، بس عاده ده بيبقى ميد لاين عند الجوين بتاع النوز مع السكال بيز، ده بيبقى ميد لاين وبيبقى السيجنال بتاعته زي البرين بالظبط، زي لان زي ما تكون سيكوستريتد برين تيشو اللي احنا مسميها النيزل جلايوما، هي مش جلايوما طبعا، هي ده نورمال برين تيشو بس سيكوستريتد ديورنج الامبريولوجي ديفلوبمنت وانفصل عن البرين، مفصول عن البرين تماما وما هياش جلايوما، هي بس ده مسنومر بس. طبعا النيزل جلايوما دي بتبقى ميد لاين وفي نفس الوقت السيجنال بتاعتها بتبقى زي البرين بالظبط في تي 1 وتي 2 زي البرين سيريبرال تيشو، فما تنفعش تكون برضه نزل جلايوما. دولت يمكن الاشهر، وطبعا الدرمويد زي ما احنا قلنا ازاي بنعمل له اكسكلوجن، فدولت اشهر ديفرنشال دايجنوزس للداكروسيستوسيل، انما دي تيبيكال رايت اوربيتال داكروسيستوسيل يعني الفيري جود برزنتيشن المالتي لوكوليشن ده الايرلي برزنتيشن ان لايف، ويعني انا حبيت اعرضها يعني لانها فعلا حاله فيري تيبيكال والمودي سبوت دايجنوزس، واي ثينك برضه انا من حالات الامتحانات الكويسه يعني. شكرا جزيلا.